السلام عليكم جميعا، الله يعطيكم العافيه اخواني اخواتي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ احد المتابعين كلمني، شنو دزلي؟ دزلي السلام عليكم، انا خذيت حبوب المراره على كلامك. حلو. لاني شايل المراره بالمنظار، استخدم حبوب مدى الحياه ولا فتره محدوده؟ لحظه دقيقه نرد. انا خذيت حبوب املاح المراره على حسب كلامك. انا عمري بحياتي ما اقول حق اي شخص اخذ املاح المراره وخلاص، اسولف عن تفاصيل واقول منو يستخدم منو ما يستخدم ولا متى تستخدم وش حقه انت تستخدم. فطريقتك وايد غلط، لاني انا ما قلت بس اخذوها. انزين، اتمنى الرد، جزاك الله خير، راح ارد ان شاء الله. وهل في اعراض جانبيه في الحبوب؟ طبعا لو انت سامعه حلقه المراره بالكامل كان ما سالتيني هل لمتى استخدمهم وهل في اعراض جانبيه ولا. انزين، فيديو بيخلص راح اجاوب، المفروض ما اجاوب، المفروض اقول لك روحي سمعي الحلقه كامله بس، ولكن راح اجاوب. يلا الحين نجاوب على الاخت، بس قبل لا اجاوب لازم نفهم، يمكن انت توك ضايفني او انت توك ضايفتني. شنو يعني مراره؟ شنو يعني املاح المراره؟ شوفوا، المراره من وظائفها تطلع الصفره. وين تطلع الصفره؟ بالامعاء. زين، الصفره هذه شنو تسوي؟ صابون الامعاء، عشان تو عندنا فت يطلع بسرعه وزقرتي وانت بكرامه. زين، وبعد وظيفتها الكبد يطلع السموم. وين يطلعهم؟ من خلال المرارة. في شيء اسمه بيليروبين، هذا تطلع الكبد من مخلفات الدم. هذه مادة سمية لازم تطلع من منو؟ من الكبد. وين تروح؟ المرارة. المرارة تقوم تطلعها برا. عشان كذي اللي عندهم حصوات بالمرارة المادة هذه احتمال ما تطلع، فتصير العين صفرة والجلد يصير أصفر. حلو. ومن وظائفها تكسر الدهون، واضح؟ تكسر الدهون، ولها فوائد وايد، ولكن قلت لكم أهم ثلاث وظائف. أوكي، والله من حظك يا بختك سويت لك حلقه كامله. يلا نكمل. شوفوا، هذا الكبد، هذه المراره. اوكي، هذا الكبد، هذه المراره. الصفره وين تتصنع؟ تتصنع بالكبد. تروح في بايب، هني بايب، تروح وين تتخزن؟ بالمراره. المراره عباره عن شنو؟ عباره عن مخزن، كذي مخزن مخزن مخزن. حلو. بعد هالبايب يفرز الصفره، تتخزن بالمراره، عشان اذا احنا كلينا كميه دهون على طول المراره تكب بكمية عالية. ولكن اللي شايلين المرارة ما عندهم مخزن، على طول بايب ينزل على الأمعاء، يعني عندهم الصفرة حيل قليلة، حيل حيل قليلة. إنزين، شو اللي يفرق بيني أنا وبين شخص شايل المرارة؟ أنا إذا شايل المرارة ما يصير أكل دهون وايد. ليش؟ لأن الكمية البسيطة اللي عندي ما تكسر الدهون، فالمخزن عندي قليل جدا. فإذا أنا مو شايل المرارة عادي أكل دهون، لأن مخزن الصفرة عندي وايد. عرفتوا؟ هذاك ما عنده مخزن، أنا. الحين عرفنا شنو المرارة وشنو تسوي المرارة ومن وين تطلع من المرارة، من الكبد. حلو. انزين، الحصوة من شنو تكونت؟ طبعا لشان المرارة خلاص. الحصوة من شنو تكونت؟ الحين شنو قلنا؟ هذا المخزن. المخزن انت ما قاعد تستخدمه، يعني كان عندك غرفة انت حاطها مثلا مبطل باب 7 سنوات، لما تبطل الغرفة في عناكب وفي قبار وفي وصاخ. نفس الطريقة اذا انت مو قاعد تستخدم الصفرة، مو قاعد تستخدمها. طبعا اقول لكم ليش انت مو قاعد تستخدمها، طبعا مو بكيفك، في اشياء انت قاعد تسويها المخزن مو قاعد ينفذ، يعني مو قاعد تتحرك الصفره. انزين، شنو راح يصير؟ الحين الصفره قاعده بالمخزن، بعدين راح تصير كريسترول، راح يصير احجار. يمكن تشوفون باليوتيوب والله في صخر، صخر شنو؟ من وين يا الصخر؟ شنو مو كيفك؟ شنو من وين انت؟ ماكل صخر؟ دعمتك دعم جبل بحلجك صخر؟ لا، هذا كريسترول مو صخر، مو صخر. يعني يا ريت تركزون على الكلمه هذه، ما في شيء. أخوي الغالي، أختي الغالية، الحين أبيك تركزين، عشان إذا أنت عندك مرارة عشان بالمستقبل لا تيلك حصوات. حلو. إنزين، ليش تكون صخر؟ ليش المرارة ما كبت الصفرة؟ الحين راح أقول لك. وين ديتول؟ وين المريض؟ وين ديتول؟ تعالوا شوف، عشان تفرز الصفرة، المرارة عشان تنضغط وتفرز الصفرة، في هرمون هو اللي يسوي انقباض وانبساط حق الصفرة. حلو. هذا الهرمون ما يفرز الا يكون عندك حمض معده قوي. يعني شنو؟ يعني اذا انت يحوشك حارج، ارتجاع مريء، الصفره ما راح تطلع من المراره. فكل الناس اللي حاشتهم حصوات دائما يكون عندهم حمض معده مو قوي، الهرمون مو قاعد يفرز اللي يسوي انقباض وانبساط حق المراره. اساس كذي قعدت الصفره فتره طويله وتكونت حصوات. اوكي، او على قولتكم الصخر، طبعا كوليسترول. عرفنا ليش تكونت؟
وفي حاله ثانيه هم احتمال تتكون الحصوات. اوكي شوفوا هذا ابو حارج وارتجاع مري هذا ما يطول بسرعه تكون حصوات، ولكن في حاله يعني يبي لها وقت على ما تتكون حصوات. شنو الحاله هذه؟ اللي ما ياكل دهون. يعني شنو؟ يعني واحده تقول انا ما ابي ادخل دهن. طبعا اذا ما دخلتي دهن يعني فيتامين كي، فيتامين اي، فيتامين دال، فيتامين اي، هذا شلون جسمك يحتاجه؟ فوين صاير هذا؟ بالدهون. انزل اذا انت ما تاكلين دهون المراره ما راح تفرز. يعني شنو؟ شنو قلنا المراره هي اللي تكسر الدهون. هذا ما اكل دهن ليش تفرز الصفره؟ المراره تفرز ما راح تفرز. باكر ما اكل دهن، شوف متجمع داخل قاعد باكر عقب باكر اللي بعده اللي بعده، من الطبيعي والمنطق راح تتكون حصوات. عرفنا من الحالتين هذول ابو حارج وارتجاع، والثاني منه اللي ما ياكل دهون يعني بالمره. اوكي يلا الحين نبلش نجاوب. الحين راح نجاوب على الاخت قالت لي لمتى انا استخدم املاح المراره؟ شنو هذا املاح المراره؟ خليك معي. والمريض والمريض اعطوني ديتول نقصصه عشان يوز ويسمع فيديوهاتنا عدل. شوف في مكمل اسمه املاح المراره، حلو، هذا يبونه من الثور من البقره من الصفره مالتها. هذا المكمل نفس الصفر اللي عندنا احنا، مش شنو الصفر اللي عندنا تكسر دهون، هذا نفسه ولكن بزياده. زين منو يستخدمه؟ اي شخص يقدر يستخدمه، ولكن اذا انت عندك المراره ما له داعي تستخدمه لان عندك انت صفره. زين منو يستخدمه؟ هل اللي يستخدمه اللي شايل المراره؟ بشرط اذا كلى دهون كميه عاليه. انا شايل المراره اذا كليت دهون بكميه عاليه ما عندي باكيت، ما عندي مخزن حق الصفره، شنو اسوي هني؟ هني ادخل املاح المراره. ليش؟ حتى تساعدني تكسر الدهون. واضح يا جماعه؟ بعد ما في اوضح من كذي. زين واذا ما اكليت انا دهون وايد ما له داعي نستخدم املاح المراره. نصيحه اخوكم بضاري، نصيحتي سمعوا ركزوا. اذا انت او انت شايله المراره حلو، هل تستخدمين املاح المراره؟ على ما اعتقد انا جاوب شنو قلت لكم؟ قلت لكم اذا كليتوا دهون وايد استخدموا املاح المراره. مثال يعني انت الحين رايحه زواره او انت رايح عزيمه، تبي الدبه واللي تبي الدبه كله دهون، اخذ معاك املاح المراره حبه حبتين، خذهم مع الاكل. ليش؟ لان كميه الدهون جدا عاليه، الصفره اللي عندك قليله جدا، فما راح تلحق تكسر الدهون هذه كلها، راح تروح الحمام يمكن راح يصير فيك سهال. ليش؟ لان الدهون راح تطلع ما تكسرت. ولكن اذا اكلك معتدل لا تاخذ املاح المراره. شوفوا لازم تفهمون الزيوت، الزيوت عندنا انواع وايد. دائما اللي شايل المراره ركزوا على الزيوت، مثلا زيت جوز الهند، زيت الزيتون، زيت الزيتون وجوز الهند بسرعه يتفكك، فالصفره اللي عندك تلحق عليه. ولكن الزيوت الثانيه قويه حيل، مثل الزبده، نفس ما ذكرت لكم الزيوت الثانيه، السمن، الزبده قويه حيل. ركزوا معي عشان تعرفون. شوفوا عندنا دهون نوعين، عندنا دهون قصير السلسلة وطويل السلسلة. حلو، الطويل السلسلة ما يناسب اللي شايلين المرارة إلا إذا خذوا حبوب أملاح المرارة. حلو، وعندنا قصير السلسلة، هذا قصير السلسلة الكل يستخدمه وما نحتاج أملاح المرارة معه. زي شنو قصير السلسلة وطويل السلسلة؟ عندنا طويل السلسلة يعني يحتاج وقت حتى يتفكك، الزبدة، السمن. قصير السلسلة عندنا زيت مثلا اللوز، زيت جوز الهند، عندنا زيت الزيتون، الله قصير السلسلة. واضح يا جماعة؟ انزين اكيد في سؤال راح يجي منك، والله من انت منك، شنو؟ شلون اعرف اذا انا مرارتي شقالة ولا لا؟ ابتدى الوسواس. هذه الحلقة الحين جاية حق اللي فيهم وسواس. يلا من الاشياء اللي ابيك تركز عليها وتركزين عليها اذا انت وايد توسوسين. انا بضاري سمعت حلقتك والصراحه قاعد اوسوس، مرارتي شقاله ولا عندي حصوات ولا قاعد تفرز ولا ما قاعد تفرز؟ خل اعطيك بعض الدلائل البسيطه اللي انا اعرفها. حلو، يك الم بالجهه هذه، زائد بالريل بالركبه، زائد هني بالشت فوق عند الركبه، يعني جانب واحد، هذا ممكن عندك مشاكل بالمراره. ايضا شنو عندنا؟ تذكرون بالحلقه من قبل شوي شنو قلت لكم؟ قلت لكم المرارة إذا صارت فيها حصوة عندنا مادة سامة اسمها بليروبين، إذا نسيتها ارجع حق الفيديو راح تعرفها. هذه مادة سامة لازم تطلع، إذا ما طلعت راح ترجع عند الكبد، بعدين ايش راح تسوي؟ راح تدش بالدم، فتشوف العين فيها صفار شوية، الجلد لونه أصفر، هني روح تشيك على المرارة. وأيضا قلت لكم الآلام اللي تصير، وأيضا راح تلقى الجلد دائما جاف، فاقد فيتامين دال، فاقد فيتامين إي، فاقد فيتامين كي. ليش؟ لان هذول يتكسرون بالدهون، من اللي يكسرون من المراره. وبالنسبه حق الاشخاص اللي عندهم المراره
ويبي يحافظون عليها، يبونها دائما شقاله، ما نبيها تصير خامله عشان لا تتكون داخلها حصوات، دائما شقاله شقاله شقاله. شنو نسوي؟ خل اعطيكم الاشياء الطبيعيه. مثل شنو عندنا يا جماعه؟ الفجل، عندنا الفجل الاسود او الاحمر. الفجل شنو يسوي؟ راح يسوي انقباض وانبساط حق المراره. حلو، هنا احنا افتكينا من الحصوات اذا تبتينا بالمستقبل. وايضا شنو عندنا؟ اليانسون. والله قاعد اقول لكم شغلات رخيصه كلها. يانسون حط مع اكلك، اشرب شاي يانسون، هم يسوي انقباض حق المراره. وايضا من الاشياء يعني القويه بصراحه اللي انا دائما استخدمها ودائما الصبح لازم استخدمها، اللي متابعني كل مره يشوفني الصبح شنو اشرب؟ القهوه يا جماعه. القهوه شنو تسوي؟ تحفز الهرمون اللي يسوي انقباض وانبساط حق المراره. قلت لكم اهم ثلاث اشياء، في اشياء وايده ولكن انا ما اعرفها، قاعد اقول لكم اللي اعرفه. والله يعطيكم العافيه وخلكم مع بضاري. تبارك مع الممرات.